الخالد عمر عبد الرحمن نجل العالم الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن المسجون في سجون الأمريكان منذ 20 عاما حتى الآن. أنا الآن أتيت إلى هذه المسيرة في محافظة بني سويف دعما للشرعية وللدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب من قبل إرادة الشعب المصري كله. اليوم هذه الوقفة ننظمها لعدة أسباب. السبب الأول أن الفريق عبد الفتاح السيسي خان الأمانة وخان الله وخان الرسول فيما قام به من انقلاب على الشرعية وعلى الرئيس مرسي. لهذه الأسباب خرجنا هذا اليوم ونظمنا هذه المسيرة، وكل يوم تخرج مسيرات لدعم للدكتور محمد مرسي لما فعله الرئيس أو لما فعله عبد الفتاح السيسي من انقلاب على الرئيس مرسي. الرسالة الثانية نوجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا وهي أن كل مواجهته منصب على الدين. أولا غلق القنوات الفضائية الإسلامية، أنه منع وقام بغلق الجامع الأزهر وهذا لم يحدث منذ 200 عام، قام بغلق مسجد الأزهر لمكان سيقام من عمل مؤتمر دعم للرئيس مرسي فقام بغلق المسجد وهذا لم يحدث منذ الاحتلال. فهذا أكبر دليل على أن عبد الفتاح السيسي لم يعارض الرئيس مرسي في حد ذاته، بل أنه يقوم بحرب على الإسلام وعلى الدين. الرئيس مرسي عبد الفتاح السيسي زعم أن ما قام به من انقلاب انحيازا لإرادة الشعب، وهذا قمة الكذب وقمة الضلال، لأن الملايين خرجوا الآن في الشوارع وإخواننا في ربع العدوية معتصمون منذ 23 عام منذ 23 يوم. فهذا أكبر دليل على أن ما قام به عبد الفتاح السيسي خيانة عظمى لإرادة الشعب وتزوير لإرادة الشعب، لأنه زعم أن ما قام به هو انحياز لإرادة الشعب وهذا خلاف ما قام به. فنقول للجيش ولأفراد الجيش ولضباط الجيش، عليكم بعزل الفريق عبد الفتاح السيسي لأنه خان الأمانة التي ائتمنه الشعب المصري عليها. رسالة للشعب المصري. على الشعب المصري الصمود والثبات في الميادين وفي الشوارع حتى يعود إلينا الرئيس المصري دكتور محمد مرسي. رسالة للدكتور محمد مرسي. رسالتنا للدكتور محمد مرسي، عليك أن تثبت في مكانك فنحن خلفك ولن نتراجع ولن نذهب إلى البيوت ولا إلى المنازل حتى تعود مرة ثانية إلى الحكم وإلى الشرعية إن شاء الله تعالى.